أكد أبو الغيط أن وقف إطلاق النار في غزة صار أمرا حتميا، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وبدء العملية السياسية. وأضاف أبو الغيط أن البيان الخاص بالقضية الفلسطينية يشمل أيضا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو لعام 1967. كما تم تكليف كل دولة أطلقت مبادرة بالإشراف على تنفيذها وتطبيق إجراءاتها. قد تحدثوا عن نقاط محددة بالنسبة للقضية الفلسطينية. وقف إطلاق النار ضروري وحتمي ومطلوب وفوري، ده مطلب رئيسي. مطلب الآخر انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. الدولة الفلسطينية، المؤتمر الدولي، العملية السياسية المرغوب فيها عربيا ودوليا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، المحاور الخمسة اللي تحدث بها الوزير الزياني كمبادرات للبحرين. هذه القمة اتخذت قرارا هاما للغاية، وهو تكليف كل من يتقدم بمبادرة أثناء رئاسته لقمة أن يشرف على تنفيذ هذه المبادرة ويبذل الجهد لتحقيق تنفيذها.